ثرومبوسيتوز زيادة الصفائح الدموية في تحاليل الدم. التحاليل تاع الصفائح الدموية تكون في لافانس في لافورميل نيميراسيون سانجين اللي فيها تاع لانيمي وتاع لي جلوبول بلون. لي بلاكيت لازم يكونوا ما بين 100 إلى 150 ألف. زيادة في الصفائح الدموية يعرض الإنسان إلى خطر التخثر الدم، لي ترومبوز، لي كايو اللي يكونوا عندنا في الدم. لذلك معرفة السبب مهم جدا. 90% هو ناتج عن التهابات ولا عن أمراض واحدة أخرى، لكن هذا ما يعنيش أنه يقدروا يكونوا نتيجة عن أمراض خطيرة مثل سرطان الدم. لذلك يكون عندنا شك باللي ماشي ناتج عن مرض ليس خطير، دائما يلفو نبعثوا المريضة إلى المختص في هذا المرض اللي هو طبيب الدم الهيماتولوج. إذا عجبكم الموضوع ولا إذا عندكم أسئلة قولوا لي في التعليقات.